واصلكم الدراري معكم فورز ومرحبا بكم فيديو جديد. دراري اول حاجه غادي نطلب منكم هو انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك الفيديو وشي كومونتير يكون كيف ما كان. حاجه اخرى بغيت نقول لكم باللي غادي نبدا ندير كل فيديو ان شاء الله ندوز شي واحد ندير ليه دعم القنوات. سو اي واحد بغاني ندوز الشين ديالو في شي فيديو ديالي يكتب شي حاجه في كومونتير وان شاء الله فيديو جاي بنديرو في دعم القنوات. المهم غادي ندوز الشين وحده في كل فيديو. المهم اليوم غادي نهضروا على الدراما اللي نايضه ما بين حارس سي اش وادم حمريطه. بزاف اللي عارفين الدراما اللي نايضه وكاين شي وحدين اللي ما عارفينش ولا كانوا لي زابوني ولا لي فان ديالي اللي حارفين شي حاجه ليا فهاد السنه دي هي انني كنعشق الدرامات. Let's get started. دراما اللي نايضه ما بين حارث سي اش وادم حمريطه. اوكي غادي نمثلهم بهاد الجوج. ها هو حارث سي اش مع عزي وها ادم حمريطه ماشي حيت بيض ولكن المهم غادي تا هو العزي وهاي بيض غادي العزي يو نو ام سين. واحد الفكره ذكيه من هذا امجد واحد اللي شبه اللي كان تا هو كيدير البودكاست دار لاحظ الفيديو ديال الترتيب ديال اليوتيوبرز مع ادم حمريطه وبين هذا الترتيب ديال اليوتيوبرز اللي دار غادي يدويو عليه اليوتيوبرز الاخرين وبالتالي غادي يطلع الفيديو في ليفيو. كيفاش غادي يدويو عليه اليوتيوبرز الاخرين؟ الترتيب ديال امجد هو انه غادي يرتب اليوتيوبرز ما بين اليوتيوبرز اللي واعرين بزاف واليوتيوبرز اللي عيانين بزاف واليوتيوبرز اللي متوسطين. هذوك اليوتيوبرز اللي متوسطين ما غاديش يدويو هذه باينه حاجه عاديه ولكن اللي غادي يدويو هما ان اليوتيوبرز اللي حطوهم واعرين بزاف واليوتيوبرز اللي حطوهم عيانين بزاف. هذوك اللي حطوهم عيانين بزاف غادي يقولوا بلي راه كلاش كلاش يعني حطني مع الكاتيجوري زد. واخا غادي نقول لكم الحاجه هي انه كل واحد والراي ديالو يعني كل واحد يقول اللي بغى يعني ما يمكنش واحد اللي غادي يقول لك يفرض عليك شي حاجه ولا يفرض عليك الراي ديالو. وبالنسبه لليوتيوبرز اللي حطوهم واعرين بزاف غادي يطلقوا ستوريات شي حاجه بحال هكا يقولوا ثانكس برو وما يمشي حاجه بحال هكا شوفوا الانجاز ديالي يبارطاجيو مع لي فان ديالهم. حارث سي اش حطوه في اخر كاتيجوري ليا واقيلا كانت زيد لابقيت عاقل وحطوه بالضبط حدا حسن غونزاليز وهذا الشيء كانت فكره ديال ادم حمريطه. المهم حكموا على حارث سي اش ككونتنت جيمر واخا حارث سي اش غبر على الجيمنج يعني شحال هادي مابقاش كيدير الجيمنج هادي الشين ديال حارث سي اش مابقاش ديال الجيمنج. ناض ادم حمريطه قال لك والو حارث سي اش نحطوه في زيد كونتنت ديالو خايب ماشي جيمنج يعني نجيبو اي واحد عنده كونتنت جيمنج غيكون احسن من حارث سي اش. ومن الواضح انه عنده بزاف ما يتقال على حارث سي اش لدرجه انه خلى امجد يتهدف في المونتاج. لا صدق ولا جيب خالد حارث وي انت مثلا اغرب وظائف على الاطلاق. شوف ككونتنت جيمر نحطه في اف فاصه ولكن خونك ستريمي كومر. اسمع عنده دي جيم في راسه اليوتيوب ديالو فورت نايت يلعب دي جيم مره هي سو فاكين تراش على السطح لي جيم اصلا تراش از فاك ما بروفت شي جيم خوتي جبت لها بيس هو بالضبط هو اللي قال على حسن غونزاليز خصو يكون في الكاتيجوري زيد. وهذه دراما اخرى عاوتاني ناضت نخليوها لفيديو اخر ولا بغيتو نهضروا عليها في الفيديو الجاي قولوا لي في الكومنتيرات. المهم على حسب الكومنتيرات كي غيكونوا. ناض سيدي حارث دار فيديو قال لك سيدي حارث كيضحك دار فيديو قال لك سيدي علاش يقول لي ادم بحالك علاش يحطني في كاتيجوري زيد علاش يحكم عليا ككونتاس جيمر علاش مع العلم ان حارث ما كيديرش الجيمينغ. تخيلوا معايا دابا فيديو دارو امجد فتح حد دراما ما بين جوج يوتيوبرز كبار وكلشي غادي ريفيري ليه الفيديو ديال امجد. حارث جبد الدوسي ديال ادم دابا الدواس بداو كيتجبدوا. حارث جبد الدوسي ديال ادم الفيديو اللي كان يلاه لاحو البارح واقيلا ولا ما عرفتش البارح تفرجت فيه وخرج اني واي ما عقلتش بالضبط امتى لاحو واللي باي ذا واي طالع الرابع دابا في الطوندونس بالجيمنج. يعني شنو علاقه الدراما بالجيمنج؟ يدخل شي يقاوري الطوندونس ديال الجيمنج غادي يشوف يقول شي جيمرز مضاربين هادو طالع في الطوندونس ديال الجيمنج. anyway حارث جبد الدوسي ديال بومب سكواد اللي كيدير عليه ادم حمريطه واللي باي ذا واي ادم حمريطه كيدخل فلوس من بومب سكواد واحد السيس ديال التقمار هي ديال التقمار لا ما تقولش لي ديال التقمار. حارث عفريت حاليا شفنا الرد ديال حارث سي اش مازال لحد الان ادم حمريطه ما ردش عليه من غير واحد ستوري في انستغرام اللي كان لاح قال عليه شهر هادي ما فيهاش 50 كتا داروا في مينياتور. ها لاحظوا باللي الشين ديال حارث ما كانش كتجيب اكثر من 50 كافي تدار ادم حمريطه في مينياتور. هي الصراحه الشين ديال حارث ديجا ماتت ليه عدا اسباب بزاف علاش كون ماتت وعلاش لي فان ديال حارث ما بقاوش كيتفرجوا فيه. المهم
حنا داوين على موضوع اخر اللي هو الدراما ما بين هاد الجوج. anyway انا ما بغيتش نعطي الراي ديالي الخاص حيت بغيتكم نتوما اللي تحكموا. نتوما اللي غادي تقولوا لي كلي عنده الصح واش حارث ولا ادم. حارث كيقول على ادم برهوش حيت كيجبد شي حاجه اللي ما خصوش يجبدها، وادم كيقول على حارث ما كتفوش حتى 50 كا في كل فيديو. ما عرفتش شنو علاقه هذه بهذيك، ولكن المهم انا باش نعطي الراي ديالي حيت الا خديت شي جانب لشي يعني الا قلت انا مع حارث ولا قلت انا مع ادم باين غادي يجيو لي فان ديال اللي قلت ضده غادي يسبوا في لي كومونتير، وحنا ما باغينش هادشي، ما باغينش بنادم يسب في الكومونتير. سو نتوما اللي غادي تقولوا لي شنو كيبان لكم، شنو الراي ديالكم حارث ولا ادم. اند كنقول لكم بلي راه سنينا فيديو، ما تنساوش الدراري ديروا لايك الفيديو وتابوناو في لاشين. اند نشوفكم دابا بي.